كنت في محل فأخرجت مالا من جيبي ثم أبصرت 5 ريالات على الأرض فأخذتها، فلما خرجت من المطعم دخل في قلبي الشك، فهل يجوز لي أخذ هذا المال أو يلزمني التصدق به؟ تصدق به، تخلص منه، أعطه محتاج، ولا رده للمطعم وقل هذا ساقط بالمطعم يأخذونه، ربما يجي صاحبه. نعم.